بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله. بسم الله اللهم بارك. نسيت في اللعبة عند الإخوان هذا بعض الأشياء عطلات بالدجاج اللي عندي في يومين اللي عندي السلالات. اللهم بارك. هذا الحصرة ديال نقول عن نص النهار الأول، ما كان نص النهار الأخير نص بعض البيضات. اللهم زيد، اللهم بارك وزيد في ديالك. أي بيضة أخرى تا هي تبارك الله ما شاء الله. هي 8 بيضات، 8 بيضات باقي مع الدجاج ما قلنا بيضوش. شو مايا اللهم يسر ولا تعسر. والإخوان نودعكم إلى حلقة قادمة إن شاء الله بحول الله.